دكتور فريد، انا طبعا حضرتك من المعارضه اللي انا دايما اتكلم عنهم كمعارضه وطنيه، وبالتالي وجود حضرتك معانا هنا ده المعنى. لما نتكلم على ناس داخل السجون، الناس اللي داخل السجون حضرتك بتقول وجهه نظر انه في حريه راي، وانا بقول لحضرتك وجهه نظر اخرى، دول متهمين في قضايا لا علاقه لها بحريه الراي. يعني الجزء ده جدلي هنفضل نتكلم فيه من هنا لحد 20 سنه جايه، انه في ناس متهمين ارتكبوا جرائم ولعوا وحرقوا وكذا. في حضرتك تقول لي كلمتين قالهم حريه الراي واحده بالنسبه لنا، بمعنى ان لو انا اتكلمت وحضرتك بتتكلم دلوقتي وتقبض عليه يبقى دي حريه راي. طب اذا قتلت او اذا ارتكبت جريمه جنائيه او تحريض، هل في فارق ما بين حريه الراي والتعبير والتحريض ولا لا من وجهه نظر سيادتك؟ طيب انا بس عايز اقول لك ان انا طبعا استطيع ان اميز جيدا ما بين فعل اجرامي او فعل ارهابي، نعم، او فعل عنيف، وبين اراء. نعم. يعني لما شخص يكتب مقال حوالين موقفه من رايه في العاصمه الاداريه الجديده، نعم، فيعتبر ده جريمه، نعم، انا بشوف ده اسمه حريه راي، لانه نعم، يعني هو حر طبعا. بالظبط. لا، في ناس اتحبست بسبب ده، نعم، في ناس خدت احكام بسبب ده، ما لازم، نعم، نقول الحقائق دي للناس، نعم، يعني في ناس محبوسه. جايز يقول حاجه تانية مش ده تحديدا، لا ده اتحقق مع ده كويس. لما تبقى في ناس محبوسه على ذمه ده، انا بسمي ده المحبوسين على ذمه قضايا الراي، نعم، وهو ده المعنى اللي انا بكرره وبعيده مرارا وتكرارا. مش حد بيحرض او حد ما ينفعش نعيش في بلد، يعني انا هستخدم تعبير بعض الشباب، يعني عار علينا جميعا ان احنا نعيش في بلد في ناس محبوسين على ذمه قضايا الراي. احنا كنا بنشوف مستوى التراشق السياسي اللفظي اللي بيحصل داخل الانتخابات التركيه او الامريكيه او اي بلد في العالم، ما كانش بتحبس حد على ذمه قضايا راي. احنا النهارده بنشوف في مصر، لا، في مئات اذا لم يكن الاف من المحبوسين على ذمه قضايا، محبوس على ذمه بوست، على محبوس على تويته، يعني مش التحقيق تم معاه في ده، ما تمش معاه في انه عنده حته سلاح. حضرتك تابعت فرنسا واوروبا الايام اللي فاتت وامريكا والمانيا على بوستات وبياخدوهم من بيوتهم بما فيهم شباب صغير، انه مجرد الراي فيما يتعلق بغزه، منع مظاهرات فيما يتعلق بغزه، انه ده حريه الراي الحقيقيه اللي الغرب كله هاجمهم وهاجمهم وفصل ناس من البي بي سي، من السي ان ان، من نيويورك تايمز، من كافه وسائل الاعلام الاوروبيه مجرد والامريكيه، قال رايه بيدعم غزه يا فندم. استاذ احمد انا ما عنديش، ده حريه الراي الغربيه اهو. انا لا، انا ده بقوله كل يوم وبعرضه كل يوم. ما انا يعني اقول لسعادتك، انا اللي شفته في التلفزيون في العالم كله ان في مظاهرات خرجت بمئات الالوف، نعم، في عواصم اوروبيه، نعم، عده، نعم، واخد بالك، لم يكن يعني من نتائجها حبس احد، نعم. احنا هنا شفنا بكل اسف، ودي حاجه من الحاجات اللي انت بقى ذكرتني بيها، فالكلام بيجيب بعضه، ان احنا هنا في مصر شفنا مظاهرات محدوده جدا تمت لنصره غزه، اتقبض على ناس منهم، بعضهم خرج وبعضهم لسه ما خرجش. وانا رايي الشخصي ان ده امر يتجاوز، يعني مهما حاولت تدعي الناس للمشاركه وللخروج من حاله الاحباط والعزوف عن المشاركه، وانت حابس ناس، واخد بالك، مسكتهم في مظاهره كانت طالعه تضامنا مع غزه، ايا كان الكلام اللي هيتقال مش مقنع، مش بص، انا مشكلتي في المناقشه اللي دايره دي دلوقتي ايه؟ ان انت يعني قول زي ما انت عايز، نعم، بس صدقني الناس العاديه، السواد الاعظم من الناس مش هيفهم يعني ايه ان يبقى في ناس محبوسه لان طلعت الظاهر عشان غزه في مصر، نعم، يعني مش في بلجيكا، هل في مصر. هل معقول؟ هل دكتور فريد النهارده انا كمرشح رئاسي عندي قضيه واحده، قضيه الراي والحريات وغيرها، لا، ولا عندي قضايا وطن؟ عندي قضايا وطن. انه حضرتك لما ما انا هقول لسعادتك انا بعالج، انا بعالج بقى قضايا الوطن ازاي؟ كويس قوي ان سعادتك، انا يعني المدخل ده رائع. اتفضل. انا بعالج، شوف الفرق برضو في الدخله بقى دي تخليني اناقشك في موضوع مهم جدا. فضل. اسمه ايه؟ ان انا بعتبر مثلا ان قضيه القضايا والامور والامر المهم جدا بالنسبه للناس وجمهورك، واكيد انت واكيد انا مهما بلغت درجه ثرائك، يعني اللهم لا حسد، ثرائنا احنا الاثنين، اللهم لا حسد، لكن خليني اقول لك انه الازمه الاقتصاديه خانقه، الناس بتعاني الامرين، نعم، يعني الدولار كلنا بنعاني، محدش ما بيعانيش. الدولار اللي كان الغني والفقير، الدولار اللي كان من 10 سنين ب 8 جنيه النهارده في السوق ب 50 جنيه، وبقى كيلو البصل بقى 30 جنيه. بالمناسبه هذا البرنامج اكبر برنامج في مصر
بيعالج قضية الأسعار. أنا عارف يومياً. كيلو السكر تجاوز 50 جنيه. نعم. في الأزمة الاقتصادية الخنيقة دي أول سؤال بيتبادر للذهن هو إيه؟ هو هل هناك حل للأزمة؟ نعم. أنا بقى بجاوب. شوف دي ده بقى المدخل الرئيسي. أنا بقول مش إيه؟ مش أزمة واحدة. إحنا بنتكلم على الدولار، بنتكلم على الأسعار، عدة أزمات. كل ده اسمه الأزمة الاقتصادية. إيه كل ده اسمه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية. نعم. كويس. أنا بقى كفريق زهران ببدأ بإيه؟ بإنه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية دي في طريقتين في التعامل معها. نعم. في طريقه بتقول انه مفيش غير الحل اللي بيتعمل دلوقتي واللي احنا ماشيين فيه. وفي طريقه بتقول لا، ده اي مشكله وبالذات في السياسه او في الاقتصاد لا اكثر من حل. كويس. وان الحلول الاقتصاديه الاجتماعيه انا كدكتور فريد زهران عندي ايه؟ هقول لسعادتك. انهي واحد؟ هقول لسعادتك. اتفضل. وان الحلول الاقتصاديه الاجتماعيه المختلفه دي بتيجي نتيجه طرح مناقشه ما بين أكثر من اتجاه وأكثر من طيار لكي يتبلور الحل المناسب في إرادة جماعية. نعم. يعني إيه الجملة دي؟ الجملة دي معقدة شوية. أي. يعني أنا بقول يا جماعة في مشكلة اقتصادية اجتماعية، إيه رأيكم؟ مجرد ما أقول ده معناه إن أنا لا يبد أن تتوفر حاجة اسمها حرية الرأي والتعبير. نعم. لأن أنا لو قلت إيه رأيكم فجه الأستاذ أحمد موسى قال رأيه فقبضنا عليه، خلاص الموضوع ما عادش غير حل واحد اللي هو حل فريد أو العكس. نعم. فاحنا عشان كده انا بقول ايه، ده يرجعنا بقى للسؤال اللي سعادتك سالته. انا بقول انه انت سالتني هو قضيتك الوحيده هي الحريات؟ لا، انا قضيتي الحريات لانها مدخل لعلاج بقيه المشكلات. نعم. لانه لو توفر حريه راي وتعبير هيتوفر امكانيه لسماع اكثر من راي. لما يتسمع اكتر طب من انا عايز اسمع دلوقتي هتحل لي الازمه الاقتصاديه ازاي النهارده؟ جاي لك. هتوفر لي الدولار ازاي النهارده؟ جاي لك والله. اتفضل. لما يطرح اكتر من راي ويتوفر مناخ ديمقراطي امن. نعم. بانتخابات ديمقراطيه نزيهه هيختار الناس بين اكثر من راي، بين اكثر من رؤيه، بين اكثر من توجه، وبالتالي طب في النقطه دي معلش النقطه دي تحديدا اتفضل يا فندم، هل منع لحضرتك اي مؤتمر انتخابي؟ كويس، انا هاجل ده كله والله هاجل، بس يعني امشي بالترتيب. امشي في الاعلام، هل منع حضرتك الظهور في اي مكان؟ كويس. انا عايز اعرف ده. كل الاسئله انا بكتبها واجاوبها. طب اتفضل. انما تاني احنا بادئين، انا دايما كنت اقول فالناس تسالني انت ليه بتتكلم في الاصلاح السياسي كتير؟ ده احنا مشكله اقتصاديه. اقتصاديه طب. فبقول لهم انا بتكلم في الاصلاح السياسي لانه الاصلاح السياسي هو اللي هيخلي اكتر من راي يطرح. نعم. وبالتالي الجمهور يختار بين اكتر من راي. نعم. طيب نوصل بقى للسؤال. أيوه. طب انت بقى رايك